السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المسيح الدجال ودابة المسيح الدجال. هسا أحباب بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال على دابة ما بين أذنها وأذنها 70 ذراعا. طب شو هالدابة هاي اللي من الإذن للإذن 70 ذراع؟ والمسيح الدجال كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل قصير، أفحج، أجعد، قطط، أعور، مكتوب على جبينه كفر أو كفر. يعني إذا الدابة 70 ذراع، يعني من الإذن للإذن، قديش حجم الدابة وقديش حجم المسيح الدجال؟ أيها بده يكون عملاق أكثر من 300-400 ذراع بكون حجمه. بس أحباب الله، فهمي للأحاديث أنا فهم باطلي، مش ما أخذوا بعض العلماء ظاهر وزي ما هو وبعض العلماء أنكروا. لا أحباب، أنا شفت الحديث وآمنت فيه، بس والله بحثت عن طائرة البوينغ 774 747 يعني 747، ودورت قديش حجم الجناح للجناح، طلع حجمها 211 قدم ونص، يعني طلع 64 متر و40 سنتي. لما قصت 70 ذراع بالعربي بالأمتار طلع 64 متر و40 سنتي. يعني هي الطيارة، المقصود الطيارة اللي ما بين أذنها وأذنها 70 ذراع، هي الطيارة اللي بيجي عليها ايش المسيح الدجال. هاي بتدلك على انه في عصر التكنولوجيا راح يظهر المسيح الدجال، والمسيح الدجال كما اخبرتكم مش شخص نظام. وروحوا ابحثوا ودققوا ودوروا على حجم جناح الطياره البونج 747، يعني 747 نقطه 400، والله العظيم انها 64 متر و40 سنتي، تساوي 70 ذراع بالضبط. أنا هذا فهم الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لم أنكر الحديث كما أنكره عدنان إبراهيم وغيره، ولم أخذه حرفيا كباقي علماء أمة الإسلام. أنا هذا فهم للدين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل، اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعون أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.